مشكلتنا احنا نعاني من الجبايه مال الكهرباء مال الزراعه. خوش حكي الجبايه اولا من 60,000 الى 100 الى 120,000 بالشهر ياخذون من الفلاح بالشهر الواحد، وموجوده الوصولات الان تشوفها وموجوده بكل الجهات. هذا الوصل المجموع 120,000 هذا بالشهر هاي كل شهر تجينا، هذه 148,000 اي بالشهر. هاي كهرباء ضعيفه، هاي 200,000 اي، وكهرباء ماكو، كهرباء ضعيفه ما تشغل. خلي ياخذني خلي شوي كاميرا، هاي القائمه هاي 300 370 هاي جمعوها 3 اشهر، ما 3 اشهر، ما 3 اشهر، هاي 120,000 هاي الشهر واحد، اي ما شهر. شنو القصه؟ اول شيء والله هاي القصه يعني ما متوفره لهالحد، هذا هيك شيء قوائم ماكو متوفره ضعيفه، بس يحسبون تجيك ما تجيك. اول شيء اول شهر انطونا 60 وبعدين شو قالوا علينا؟ من بدا الموسم انطونا 60,000 دينار وبعدين زودوها، بس اول موسم اول شهر زودوها. صور خلي صور خلي صور، هذه 60,000 هاي اول شهر 48,000 ايه كلها محاربه على الفلاح. هذا فلاح واحد، هذا الفلاح الواحد يصرف بالموسم من 600 الى مليون بس جبال الكهرباء، وكهرباء ماكو، تجي بالنهار ساعة لو ماكو لا ساعتين وضعيفة جدا، دمر من الزراعة بالكامل. تروح تناشد مدير الكهرباء يقول لك تنجاز، يقول لك تنجاز، يقول لك كهرباء بالبلاد ماكو من يجي بالكان كهرباء، او كل وبعض المحافظات بعض الأغذية والنواحي ما تدفع جباية، بس احنا منطقة قرية الشيخ علي. او لك سؤال وتقدر تروح تراجع بين الحجاج، شوف يدفعون جباية ما يدفعون جباية. قرية السلام هاي زراعية، قرية السلام ما تدفع، الناعمة كلها تبع صلاح الدين، الناعمة أربيضة العلم كلها ما تدفع جباية، بس المنطقة قرية الشيخ هاي تدفع جباية. الشرقاط ما تدفع، المجمعات ما تدفع، المرشات بس احنا هاي المنطقة، وما تدفع شهريا يجي يقطع امر بيها من الدار يقطع يعني الكهرباء. ما تسدد يجي قصة اي نعم اي نعم، نروح نسدد الله يعيد لنا تقريبا 5 مرات مرشات 6 كلهم قصوهم، ما دفعوا شهر قصوهم الا راح سددوا المبلغ وجل. طبعا كلهم فلوس عايده من النزوح، بس شوي نعم. جاي منطقه عايده من النزوح، مراكز صحيه مدارس ماكو، المدارس والله زينه شوي زينه، بس عندنا مركز صحي مو زين. شنو بيه مركز صحي؟ ما بي كل شيء، ما بي فارغ، فارغ ما بي ما بيجي لنا واحد اسمه منو يجي انا قصي قصي، هو دكتور، هو مضمد، هو صيدليه، هو كل شيء، هو وحده وياه عمال خدمه فقط بس استاذ، ما بي كل شيء وجاي يراجعونه، لو حبيت علاج ما بي. هسه انت تمرض بالليل، بالليل صارت حاطة بالليل، وين استاذ وين تروح اذا تجي بالليل مثلا 3 بالليل؟ لو تروح على الشرقاط، لو تروح على مقضاه بيجي. احنا بين منطقتين، اذا اريد اروح للشرقاط ايش كثر من هذه بعدها؟ 40 كيلو والله كثير، بيجي 25 كيلو. استاذ بالليل، بالليل وين نروح بالليل اذا بثلاثة بالليل وين تروح؟ اسعاف، اكو اسعاف، اكو اسعاف، اكو بعض الموافقات ما مسموح له يطلع، بعض الموافقات ما مسموح له يطلع، وبعض الاوقات لا مسموح له لو يطلع لو ما يطلع. بس مشكلته مريض واريد انقل له حالته، يقول لك ما عندي موافقه، ما عندي موافقه. ليه تجي الموافقه؟ موافقه من مركز، من رعايه بيجي، مركز رعايه بيجي، تابعين على بيجي، ما صحت بيجي، يقول لك انا سايق ما اقدر اطلع اخوي، وحتى ما بيها سايق رسمي، ها ما بيها سايق رسمي، عامل خدمه يسوقها الاسعاف مالنا، وما يعرف يشكل لا كمامه لا اكسجين لا انقاذ اسعافات اوليه، ما يعرف بيها فد نوم، بس سايق عارف يبدل ويمشي. هي ما بيها السياره، ما فيها اصلا هاي الشغلات. شنو ما بيها؟ ما بيها الاكسجين، يعني اذا مريض مقتني يعني اذا ياخذ بالاسعاف اكسجين ما بيها، يعني السياره ما بيها، ما بيها اسعاف، ما بيها اسعافات اوليه، ومضمد يعني غير مضمد مثلا يوصله، او يعني معاون طبي يوصله للمستشفى هم ماكو، يعني اذا سايق يودي وحدة على حبل بالبدي شو يسوي بيه؟ كادر ما عندنا، كادر ماكو، يعني كادر ما عندنا، ساعتين 3 ساعات ويروحون، هاي بالمستوصف ما عندنا، اكثر من هاي ما يجون. تجي تقص باص ب 3000 دينار اكيد، اكيد من تروح تلقى علاج اكو قليل، ما غير هذا الشراب الحل مال اطفال، غيرهن والله ماكو، هاي اي من جي انا مصرين حدنا غير هذا شراب الحل والله ماكو، ومغذي اكون بلا قبل الحلقه قال لي هو بالاصل مو دكتور، هو مضمد، لا مضمد، معاون طبيب هذا فراس الله يرحمه وتوفى راح، معاون طبيب بس شنو يعني ايه يعني وبس من توفى بعد ما حد جانا ضل بس قصي واحده يعني قصي هم يعني ما يشتغل، هذا هو الطبيب وهو مضمد كل شيء يشتغل عام 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 مرضيه، بس عنده يعني هو تحليلات مرضيه رجل تحليل، بس شنو يعني اشتغل وعنده خبره، يعني عنده اطلاع وعنده خبره بهذه الشغله، بس ماكو يعني الصحه الطب ما بيه خبره، الطب
اكو دكتور اختصاصي يعالج المريض. هو ايش هو رجل استاذي هو تجي حاله يعني شلون تقول مثل سخونه او شيء غيرهن ما تجي ما تجي اي القصد يعني ما تجي حاله تقول مثل حاله قويه يجينا خفر واح بالليل اذا صار اي قانوني هاي والله العظيم والله هنا اذا لدغ واحد استاذ وين يروح؟ تودي اشر قاط يموت بهالجزيره هاي وين اكو سيارات بثلاثه بالليل ماكو الف رحمه على والديك راح نحملك امانه الله والرسول امانه الله والرسول تراعي هاي المنطقه مثل ما حكينا لك توصل هاي الشغله تعرف انت بعد حكوا لكم الناس على شغلته ان شاء الله امانه الله والرسول امانه الله ترى احنا تعبنا هي المشكله فقط مشكله المنطقه هو بس القطاع الصحي لو بيها مشاكل لا لا بيها مشاكل قلت لك شغلت المي هاي وحده مش... هذا بالاساس يعني هذا اذا صار عم احنا مشروع المي شغلت المستوصف شغلت الجبايه مال الجماعه مال هاي مال المرشات مال الكهرباء يعوزنا محولات نقص اسلاك حقيقه لاول مره اسمع جبايه بالشهر الواحد اقسم بالله العظيم 120 علني والله ناس ما خمو ظالمينهم اي والله هاي ما هاي ذول الناس ذول الفلاحين بنسعاني والله مو فلاح إيه قلت لك انا بالنسبه لي مو فلاح هم ذول معاناتهم هم الناس اذا 100 كل شهر يجي 150 يعني تدري ايش قد يطلع علي بالسنه ايش قد يطلع لكم بالسنه والله ما ادري انا الموسم يطلع لنا المليون مليون وربع هذا بالموسم الربح كله نحطه للجبايه فقط الفلاح يطلع ايد بزيج كل شيء ماكو إله.